الأمر clean screen. من الممكن الوصول إلى هذا الأمر بالضغط على أول أيقونة في شريط الحالة من الجهة اليمنى، ويقوم هذا الأمر بعرض شريط القائمة وشريط الحالة ولوحة الأوامر فقط لتكبير مساحة الرسم. وإذا أردت الخروج من أمر clean screen فعليك بالضغط على الأمر clean screen من قائمة view أو على الأيقونة في شريط الحالة، فتلاحظ عودة أشرطة الأدوات مرة أخرى.